يا اهلا بيكم مره تانيه مع احلى اكله. مساء الفل، ازيكم؟ يوسف وعمر. عمر انت اسمك ايه؟ عمر. اهلا وسهلا عموري، اخبارك ايه؟ نيف. طمنا عليك. نيف. عندك كام سنه؟ 6. ما شاء الله عليك، وانت كمان اسمك ايه؟ يوسف. اهلا وسهلا بيك يا جو، طمنا على صحتك. ايه؟ طمنا على صحتك، انت كويس؟ اه بص، انت منورني جدا. هتعمل اكل النهارده؟ كيف ده اسكندراني. الله الله الله، وانت يا عمر هتعمل ايه؟ عمر. ايه؟ كنت سلطه مكرونه؟ أوصر. يلا بينا، نخش على طول؟ اتفضلوا يلا. أول حاجة أنا شايف كمان يوسف ما شاء الله كبدة اسكندراني، أوكي. مين اللي حاصل على 50 جايزة؟ 50 ميدالية؟ أنا. أنت؟ لا ده أنا أجيلك بقى، أجيلك بقى وأفهم منك إيه موضوع ال 50 ميدالية ذهبية دي وفي إيه؟ استنى بالراحة، ثانية واحدة. أنا عايز أبص الأول أشوف النار أخبارها إيه، ونبعد وشنا وإحنا بنعمل كده ونقفل دراعنا كده، وطي إيدينا. بسم الله. أيوه كده، برافو عليك. الناحية التانية معاك معلقة، أمسك نزل يا معلم، واحدة واحدة. ايوه بالراحه، ما تخافش، شاطر. ايوه كده. وش معنى اخترت الطبق ده النهارده يعني؟ تحب الكبده؟ اه. طب يلا نزل. اكلتها قبل كده ولا اول مره؟ لا. طب عملتها قبل كده ولا اول مره؟ لا جدع. ايوه نزل بقى، وريني يا حبيب قلبي، وريني يا سيدي. نعمل كده، بعد وشنا شويه عشان الطرقعه دي. الله، برافو عليك، اتفضل. قول لي بقى، انا هجيلك الناحيه الثانيه عشان ايه ما اشغلكش. ايه موضوع 50 ميدالية ذهبية دي؟ في ايه بقى؟ انا بلعب سباحة. آه. وألعب قوة، ودخلت منتخب الخماسي، بلعب سباحة بسباحة وجري والشيش. ما شاء الله. وركوب الخيل، ويحصل على 50 ميدالية ذهب. في ايه بقى 50 ولا مشكلين ما بين كل الرياضات دي كلها؟ مشكلين ما شاء الله عليك. انت عندك كام سنة؟ 11. ايه اكتر رياضه من اللي انت قلتهم؟ انت قلت لي فروسيه خيل، وقلت لي سباحه. اه. وقلت لي جري. اه. والعاب قوه. اه. فاربع العاب ولا خمسه؟ لا خمسه. الخمسه ايه؟ الخمسه انا قلت سباحه. أيوة. وجري. ايوه. والشيش. اه يبقى الخمسه شيش. تمام، قول لي بقى اكتر رياضه فيهم انت تحبها جدا. الليزر. ايه؟ الليزر. الليزر؟ ايه الليزر دي؟ ان انا بمسك الطبنجة بعمل وبسوي دي رمايه. اه دي رمايه الليزر. اه بالمسدس. اه دي لعبة ولا انت بتخش فيها يعني تمارين وبتتمرن بيها؟ تمارين وبتمرن. طب وريوني، استنى بقولي معانا صور ليك، استنى ما نشوف كده الصور الحلوة دي. الله، تعالى انت بقى، انت بقى الريس. يا بختك يا سيدي، ما شاء الله. انت مين فيهم ده؟ بتهزر؟ انت اللي معزات الريس؟ اه. قابلته؟ اه. وايه الاخبار؟ طمني على المقابلة. كنت مبسوط؟ اه. ما شاء الله عليك. طب طمني، انت كنت هنا بتعمل ايه؟ وكان ايه اليوم ده؟ تعالى كده عشان الكاميرا تشوفك. اه ايوه كده، اقف هنا. كنت انا في حفله السيسي، والسيسي رحت له وحط ايدي على كتفي. والله؟ وكان يوم حفله ده ولا كان ايه؟ لا كان حفله. كانت حفله، كنت انت واصحابك كلهم؟ شاطر. كدروا اختلاف. انبسطت اليوم ده؟ برافو عليك. طب قول لي، واخبار الرياضه معاك ايه؟ مبسوط بالرياضه؟ اه. بتحب تلعب يعني؟ اه. طب يلا عشان كده تتحرك بسرعه، روح يلا تعالى. معانا تاني؟ طب ما تقولوا يا جماعه. طب وريني يلا. الله، ايه الصوره الحلوه دي؟ مين دول؟ دول يوسي. دول ان انا اتصورت معاهم في حفله مش عارف اسمها، مش فاكر اسمها، بس دي ميدالياتك ما شاء الله كلها. اه ماشي. وايه كمان يا شباب؟ صور ايه تاني؟ برافو، انا حابب فيك الله. واحنا هنا بقى بنعوم بقى. شاطر ما شاء الله عليك. في ايفنت في اسكندريه. في اسكندريه. برافو. في تاني يا شباب؟ تمام، يلا بينا نشوف الكبده. ما شاء الله عليك، انت شاطر جدا. انت عارف ان انا شاطر كويس جدا ولا لا؟ شاطر. مش بهزر. انت عارف كونك انت توصل لحفله فيها الريس، وتبقى واقفين كلكم مع بعض، وتبقى انت كمان اليوم ده عندك يعني في تكريم كويس جدا من سياده الريس، حاجه كبيره جدا. صح ولا لا؟ جميله. انت شاطر، تستاهل كل خير. شكرا. طب قول لي بقى، هتعمل ايه تاني مع الكبده هنا؟ بعد ما احمر الكبده كويس قام حاطط التوم. طب يلا قلب دي كمان بقى على ما اشوف عموري اخباره ايه. ايه يا عموري يا حلو، إيه؟ اخبارك ايه؟ الله الله الله، ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله عليك. بتعمل ايه؟ سلطه التونه. جوده. برافو عليك. حطيت ايه؟ المكرونه. جوده. ما شاء الله. صام. ماشي، وهتحط ايه تاني عليها بقى؟ يلا التونه. يلا حط التونه. يلا انا معاك، نخلص ده عشان ادردش معاك واشوف اخبارك ايه. يلا حط التونه بالراحه، واحده واحده. بس اربعه عشان احنا ما وراناش حاجه. ايوه كده، برافو عليك، حطها جنب الفاضي. يلا اللي بعده، حط ايه؟ بصل. برافو. يلا سمي بالله، انزل. برافو شاطر. يلا ايه تاني؟
بصل ده مش بصل حطيت خلاص جزر طاطا ماشي يلا برافو شاطر 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 لا تاني ايه برافو قال شاطر اجيب لك بوله اكبر امبا عشان تقلب فيها براحتك استنى امبا زي ما انت بسم الله دي اكبر نعمل كده هوبا كده عشان تحط كل حاجه كده بص كده وقلب قلب انت وانا هساعدك يلا قلب 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 يلا على طول احسن يكسبنا هيكسب هيكسب بالكبده الحته حلوه وطعمها جميل ماشي وانت كمان معاك الشرطه طعمها حلو ماشي ايوه برافو والصوص هنا في الاخر بقى براحتك خالص اوكي ماشي ايه يا حبيبي بعد ما احمر الكبده كويس يا يلا بينا حط الثوم طب حط الفلفل الاول ياخد تشويحه وبعد كده حط الثوم في الاخر ايه رايك حلو ماشي انت اللي حلو يا قمر ما شاء الله عليك طمني عليك انت اخبارك ايه عمر انت عمر الجميل انا عايز اسالك سؤال بقى حلو تاكل خضار ولا لا ايوه ايوه كده عارف ليه الخضار بناكله ولا لا ايوه انت عايز مسلز ولا مش عايز مسلز قولي كده ايوه الله اكبر انت لعبت لي ريست من شويه كسبتني عارف ليه عشان انت بتاكل خضار كل اللي بياكل خضار انت شعرك حلو ما شاء الله قولي ليه عشان تاكل خضار كويس ووشك حلو ما شاء الله وعضلاتك قويه الخضار مهم جدا جدا ليه؟ صح ولا لا طب قولي بقى ايه اكتر رياضه بتحبها الميه الميه السباحه كرة والكورة ما ازيك يا ماما فاصة استنى بس لما تشوف الراجل ده بيقول ايه نعم نعم استنى بس شوف بيقول ايه استنى بس بتقول انت بسلم على ماما وخالتي وكل اصحابي شايف الكاميرا وراح بسلم على ماما انت هتعمل كده انت كمان ماما فين فين كاميرتك الكاميرا دي يلا سلم على ماما براحتك ماما انا بسلم على خالته وخالي وكل بتفرج على ماتش مع خالاتي وخلاني مع كورتك فين الكورة ما شفتش حاجة منك يا معاك جبتها؟ في البيت في البيت مش هنا انت عارف لو كنت جبتها هنا ايه اللي يحصل؟ كنت ممكن العب انا وانت ماتش المره الجايه هتجيبها وتدي لي هنا وريني بقى صورك بقى تعالى نشوف صورك كمان يلا تعالى تعالى هوبا شهاده تقدير يا عم ايه الحلاوه دي؟ دي فين دي كنت فين ده؟ نينا بابا ما شاء الله وايه تاني وريني الصور حطيت الطوب بعد ما خلصت حطيت الطوب ايه؟ فين تاني يا شباب؟ اوبا ايه ده بقى؟ دي اي ميداليه دي بقى؟ فين الميداليه دي ما جبتهاش معاك؟ في البيت في البيت الكوره في البيت والميداليات في البيت ويا عم عايزين نلعب مع بعض انا بص ماشي اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش